انت هون بسوريا العالم صارت بسوريا بلبنان وين ما بدك بالوطن العربي، الفن اللي عم نسمعه هلأ شي مخزي ومعيب. لازم الكل يندهشوا من قدرة المرأة تبعنا على الخطابة والفصاحة والشعر. يلا خلصنا بلو ضب وجتنا سمعنا ولو سهري نقول شوية غزل. تفضلي. جاي عبالي مثل بنتك كون. واحد الله الله. وطي 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 ولك وانت يا ثور وقف انت ولك وطي الصوت وطي. ايوه الو الو. جاي عبالي مثل بنتك كون والعب معك لعبة دلع مجنون. اعمل بانه نسقع ودي ومثل الكأني بحضن بي. خبي صبيعي بصدرك الليمون وقطف زهر قطف زهر من تحت زر النار تنقذ تقلي يا بنت عمغار. من البحر العلي خيار يسلموا ايديك على القصيدة. فالقصيدة لازم تكون بقلبها معنى. طبعا كتير قلال يلي بيسمعوا الغنية والنفترض او القصيدة، ما رح اقول كتير قلال بس هن فعلا يعني عددهم محدود يلي بيسمعوا القصيدة وبيفوتوا جواتها منيح. صح هات لتشوف يا فتح الزمانك إلا نحن شعيش ما بنعرف. لا يا ابو نودر حاشاك انت الفهم بشرشر من طقك ولا ورا. قال لي تعي يا بنت قال لي تعي يا بنت قشرت عن جلدي 12 سنة. اتناش كرتونة. خدني مطرح ما بكيت الحكي وخربشت عدموع بإيدي. قالت لي خدني جودة خدني فوتي. فينا نقول انه بتعبر عن المرأة بشكل عام. يمكن هن ثلاث أبيات بس بيشبهوا المرأة بيشبهوا لما بيشبهوا وخصوصي المرأة السورية. وما فعل سانو غير المرأة، لازم نروح لعنده إلا ما يكون عنده شور بهالشغلة. سريها الأخطاء فارقة معه المرأة لحتى يشكل وفد. أصلاً المرأة والأرض من أولى ضحايا الأقطاع، المرأة أمية والأرض بور. طويني عمفرق ضحكتن ورقة وآخر سطر نقت بعيني وفروض صدري عند ضيعتهم. إيه؟ اسمعونا هالشوفة لا بف عيونك اشو هو صدرك نافت يروح عليك يخرب بيتك مع العقلة. بس يدعسوا رح يستحي تشرين ويكب غيمه والشتى علي. لا حشلك اليوم لك شوف شتاي عند المختار عبد السلام بيسه. ناطر تهز الريح تاين عصر فيه. والحكم ده عيب نحن دايسين بساطة. خدني مثل فيروز عبواب الصبح بالدق بيفتح للأمه مخبوز غني. خلصة العمى بعيونك العمى ولك العمى بعيونك العمى بدك تفقع ريتي بدك تجنيني. كرهان حالي كرهان حالك.